أكبر مفاجأة كانت صادمة؟ خروج ألمانيا. ألمانيا بصراحة أنا بعد مباراة السويد قلت حياخدوا كأس العالم، أنه صح. يعود بالدقيقة 94 95 وقبل 8 ثواني من خلص ماكينات الألمانية عادت لله، وكتبت مقال أنه الأبطال يعودون، بعدين فرملتهم كوريا الجنوبية. هي أول صدمة وتتالت الصدمات بقى. الصدمة الثانية أرجنتين إسبانيا. أنا بصراحة كانت الصدمة رونالدو وميسي في يوم واحد. يعني ما لحقوا جماعة يشمتوا بميسي، ما لحقوا يشمتوا عبين ما يزبطوا كم فيديو كانوا جماعة عم بلشوا يستلموا بقى نيمار. مين برأيك حياخد كأس العالم؟ أنا مرشحة إنجلترا لهلا. إنجلترا عشان هيك عملتي فوق. أنا متفرج على المونديال لأن كمان حرام يعني نطفي. ما في حرام في كرة قدم. إيه بس بتزعل، الفريق عم يلعب كتير حلو، ضربة ترجيح هيك تطلعوا برا. شعراتك مزبطين.